رحت الانتخابات النهارده ولا ما رحتوش؟ انا ما روحتش انتخب لان معيش بطاقه رقم قومي، انا ما عشتش في مصر، فبالتالي لحد دلوقتي ما طلعتش بطاقه. وكان المفروض انه يجي كان المفروض انه يجي هيئه امام مصر عشان تطلعهم، بس لحد دلوقتي عشان خاطر تساعد. كان لحد دلوقتي ده ما المفروض ان حصلش. هو اعتقد الداخليه كانت هتبعت ده، بس لما حصلت الثوره ما بقدوش يبعتوا الوفد ده. ده مش سبب كافي، بس مهم. يعني انا ضد استاذ اسامه، انا شايفه انه الجيش علشان يكون له هيبته. ضد الاستاذ اسامه هو، مش استاذ اسامه انا، استاذ اسامه عشان بس نبقى واضحين. يعني استاذ اسامه مطوع انت ضد ضد انا هو اسامه فينا يعني. نعم. الجيش هيبته محفوظه، عشان نكون الجيش هيبته محفوظه، ما حدش يقدر يجي ناحيه هيبه الجيش. لكن انا مش شايفه ان الجيش والمجلس العسكري واحد، دي وجهه نظري. انا شايفه ان المجلس العسكري ما فرقش لحسني مبارك كتير، وانا شايفه انه المجلس العسكري اذا حضرتك قرات البيانات بتاعت المجلس العسكري من ساعه اول بيان لحد اخر بيان هتلاقي انه لغته واهدافه اختلفت. طيب المجلس العسكري قناعتي الشخصيه عمره ما هيسلم الحكم الا اذا احنا انتزعناها من ايديه. والناس بتتظاهر في التحرير، بتتظاهر في الميادين التانيه، من وجهه نظر شخصيه ومن وجهه نظر الشباب الموجودين هنا، دول يبقوا من انبل واشرف وانظف المواطنين الموجودين في مصر، مش هم اللي هيعطلوا الشوارع. واذا الشارع اتعطل حضرتك هتلاقي آلاف المواطنين المصريين الموجودين في الميدان دول واقفين عشان يموتوا عشان حضرتك وحضرتك 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 تعيشوا حياة كريمة مكان ما انتوا كنتوا موجودين. ترفعوا راسكم تقولوا احنا مصريين، تكونوا بجد فخورين. فالثورة الأولى والانتفاضة اللي حصلت دلوقتي الاثنين أنبل من بعض. بصي أنا بتفق معاكي طبعا في معظم اللي حضرتك قلتيه، بس يعني عايز أقول لك إن بعد الثورة وقبل الثورة أنا كنت عايش وكنت فخور إن أنا مصري، واعتقد ان انا ما كنتش عايش حياه مهينه. كان عندنا مشاكل والثوره خرجت لتصحيح المشاكل. سارجو اننا ما نتكلمش عن نفسنا نقول ان احنا ما كناش بنفتخر ان احنا مصريين، احنا طول عمرنا بنفتخر اننا مصريين. مين فينا كان شايف انها سبه في جبينه ان هو يبقى مصري؟ ده احنا كنا بنقف في اي حته ونقول لا ده انا مصري. خلي بالنا، خلينا لما نعمل حاجه كويسه زي الثوره اللي حصلت اللي بتصحح اخطاء كانت موجوده، كانت يعني بتهد حاجات كتيرة قوي، ما نحطش جواها مصطلحات تقول اننا كنا بنشعر بالعار اننا مصريين. حد كان بيشعر بالعار انه مصري؟ اسمح لي اسمح لي. حضرتك كنت بتشعري بالعار انك مصرية؟ اسمح لي اسمح لي. انا بسألك بس، ممكن ترد عليا الاول؟ انا هجاوب على سؤالك. لا لا سمحتي ردي عليا وبعدين قولي. اتفضلي. حاضر انا هرد على حضرتك. مش هقول انا حسيت بالعار، لكن اقدر اقول انا حسيت بالانكسار. بالانكسار انك مصرية؟ لا. اسمح لي. لا لا اسمعني من فضلك. مواقف الحكومة المصرية، اخر موقف منها انا اعتبرته انه كان من اضعف او بالاحرى من أسوأ مواقف الحكومه المصريه في المذبحه اللي حصلت في غزه في 2008، لما اخواتنا جيراننا اتذبحوا. الحكومه المصريه يعني حتى مساعدات ما سمحتش ان هي تعدي بسهوله في الحدود، ودول كان ناس محتاجين مساعدات طبيه بس عشان يعيشوا، او الاطفال اللي احتاجت ان هي تتنقل على الحدود علشان جراحه ما كانتش متوفره في غزه في وقتها. ليه يعني؟ هم دول مش بني ادمين؟ تمام. طيب واذا حد قال كلام اسمح لي انا بس عشان مش عايز افضل ادخل جوه يعني أنا فهمت. قصص سياسيه أنا قديمه تتعلق بالقضايا العربيه، لاني انا بقى عايز اتكلم على شعورنا في الانتخابات وفي اللي جاي. هقول لحضرتك على حاجه، انا ما كانش يرضيني الناس تطلع تصوت، لكن احنا دلوقتي اذا احنا بنقول احنا في ديمقراطيه فبالتالي حق كل مصري ان هو يا اما يصوت يا اما ما يصوتش. ده اللي كنت طالبه. بس شكرا. وعلى فكره اسمع راي حضرتك. عايز اقول هستاذني بس هننتقل وبعدين بقى نرجع، لما نرجع لحضرتك هبقى اسمعك. اتفضل. والوردة بين أوراقه، خطك وعطرك فوق سطوره تلاقوا، بكراك بيسلم على الحلم الشهيد، وبيبني جنة خلد فوق أشلاقه.
وقفتك في الحر يا تكبيرك، يا لفتك وسط الكفن بحريرك، يا طهر 16 سنة كان يوم هنا. قولي لطلقة غدر كتر خير، بشهادة تستنى قدومك فوق. للجنة يا فستانك، يا سبق خطابك لعرس جنانك، لو سلم القلب الجميل للفضفضاء ما تكلميش الجنة عن أوطانك. احكي الحورية عن عرسها الجاي، اسمه على جبينه الشهيد الحي، وما تغلطيش وترددي سيرة وطن، بيبوس ولاده بالرصاص الحي.